السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبابي في الله. اليوم جيتكم بإنبوكسينج جديدة وفيديو جديد وحلقة جديدة من قناتكم نفتي تاك. معكم لطفي من قناة نفتي تاك. اليوم راح ندير لكم إنبوكسينج منتوج جاني من موقع جير بس كالعادة اللي رانا ديما ندوموندو من عنده حوايج للسعر تاعها. هذا المنتوج عبارة عن مانات والله يده والله كنترولر كما يقولوا بالإنجليزية، كنترولر الخاصة بالبي سي التي تحاكي كما نقولوا تحاكي الكنترولر الخاصة بالإكس بوكس وان، يعني وبسعر سعر رخيص نوعا ما، رخيص بارابور المانات او الكونترولر تاع الاكس بوكس 1. نعرفوا بلي الكونترولر تاع الاكس بوكس 1 غاليه بزاف وكاين بزاف ما يقدروش يشروها، مي هذه راح تكون ب 20 دولار فقط، 20 دولار بارابور الحاجه الاخرى اللي تاع الاكس بوكس 1 اللي تسوى حوالي تقريبا حتى 100 دولار ولا 250 دولار. كاين ديجا دي فيرسيون خرجوا حتى 250 دولار، مي هذه تحاكي الخاصة بالإكس بوكس وان وبسعر زهيد جدا بارابور لسعر الخاصة. بون نبدأ بالأوبوكسينج. بون كالعادة السكين اللي راح نفتحو بها، بون هذه هي السكين اللي نفتحو بها تاع القناة، بون سكين تاع باكية، بون نفتحها كالعادة. هذه هي بون بنت شوية على كل حال، بنت بون. التصميم نتاعها نوعا ما انيق جدا، عجبني بزاف انا خاطر بون عجبني الشكل تاع الابيض. كاين شكل اخر اللي جاي نوار الله كحل، مي هذا الابيض عجبني بزاف بون. شوف الشكل تاعها هنا، هذيك العادة الورقة اللي تجي تاع شكر والله شني تاع موقع جيربكس. المهم هيا هم هذه الحوايج اللي جات معاه. بون نجيب الحوايج منا، هذه هي الكونترولر. شوفوا كيفاه اخوتي، بون الشكل تاعها جي انيق نوعا ما، انيق جدا ورائع جدا. شوفوا بون هذه هي الطول تاعو حوالي 3 متر الكابل تاعها. بون كيما قلت لكم كاين اللون الاسود اللي يحب اللون الاسود، مي انا عجبني اللون الابيض باسكو نبغي اللون الابيض، الابيض شويه باهي. بون هذه هي ونفتحها على بركه الله. هنايا هنا شوفوا واش فيها اللي لازم يكون فيها، والمسكة تاعها سكو رائعة والله، نوع ما ناقصة والله كذا. هذه هي الشكل تاعها، هذه تقدر تلعب بها حتى فورتنايت بلاك اوبس بابجي كل شيء، وتقدر دير فيها حتى كيما نقولوا السماعات الجيمينغ او السماعات الخارجية باش ما تكونش في الاخر. الملمس خشن نوعا ما، بون الكاليتي تاع البلاستيك مش اللي باينه كاليتي بريميوم ولكن لاباس. شوفوها كالعادة المسكة تاعها والله تحسها تقول لعبة مش كاليتي مليحة تبان لي، صح لاباس من ناحية السعر تاعها بارابور السعر تاعها تكون مليحة. هنا الضغطات، هنا الاخر القفالي، هنا وهنا مانيش عارف الوسخة هذه شني باسكو جاتني من عندهم اسكو من الشحن. كابل طريقة رديئة قديمة انا عارف. هذا هو طوله حوالي 3 متر، وهذه الـ ESP. راح نجربوها الان بعد شويه، تابعوني لنهايه الفيديو. راح نجربوا المانات هذه ونشوفوا كيفاش، اسكو تستاهل ولا ما تستاهلش، اسكو التحكم تاعها لاباس بيه ولا غير شيعه. انتوني هذه هي نورمالمون. بون عدنا لكم بالبيش مارك، راح نبداو اليوم بيش مارك. هنسيو اللقطة تاعنا هذه تاع المانات هذه اللي قلت لكم تحاكي المانات تاع الاكس بوكس 1 وبسعر رخيص جدا. راح نتستيوها ونشوفوا قدامنا كيفاه، اسكو تستاهل هذا السعر والله ما تستاهلش. بون انا جربت وشريت، من ناحية الكاليتي تاع البلاستيك ما عجبتنيش كاليتي تاع البلاستيك على كل حال،
ولكن دوك نشوفوا اسكو التحكم يكون سلس بها واللعب يكون مليح ولا والو. ننتظر شويه تحميل تاع الجو هذه، راح نسيو فيها اوديسي، وراح نسيو ثاني نسيو اللعبه تاع سيارات هكا باش يبان لنا اسكو التحكم يكون مليح ولا والو. راح نسيو زوج حوايج، اللعب العادي لعب سيارات اللي خاصه بهذا الاكسيراتور اللي هنايا هذه امامو. نبداو شوفوا تحرك. على ما اظن عندنا الدم في فريمات في كي كنا نسجلو. هذه الفريمات شويه ناقصه مش عارف عليه. هي اساسن كريد اوديسي هذه. انا نتستيو هنا شوفوا عينيكم. بون فيها الاهتزاز نوعا ما، كان الفيبراسيو الي روتور هنايا. يضرب ايوه كي نديرو هكذا ايوه. والله بانت لي شويه خفيفه الله يبارك، يعني ماشي تاع نقولو اللي نستخسر فيها هاد البري. على كل حال بارابور تاع الاكس بوكس وان غاليه بزاف تاع الاكس بوكس وان، ولكن هذه تحاكي المانيت الخاصه بالاكس بوكس وان. على كل حال انا كنت نلعب بها بمانيت تاع بلاي ستيشن 3، ما جاتنيش المتعه كيما راني نشوف فيها دركا. دوكا نتستيو القتال نشوفو كيفاش. عندنا الدم بريمير. الله يبارك، فيبراسيون حنين نوعا ما، ماشي اللي يخلعك. تحكم رائع جدا بالنسبه للاساسن كريد اوديسي. وراح نتستيو كيما نقولوا مانات في ال هي مشات نورمال. دوكا ندخلو نتستيو مانات هذه كيف راح تجي في لعبه السيارات. وتشوفوا البنش مارك تاع اساسن كريد اوديسي، ودوكا نسيوها في نيد فور سبيد بلاي باك. شوفوا كيف راح يكون التحكم. عندنا دم فريمات يعني من شايف على واش كاين. الله اعلم، عندي بزاف ما دخلتش اللعبه هذه، على بها راه جايه شويه ثقيله. التحكم قدام فريمات هذه يرجع الله اعلم الكارت جرافيك كاش ما فيها مشكله ما نعرف عليه. مهم بالنسبه للتحكم لبس به نوعا ما ومليحه وتستاهل، تستاهل البري اللي حطيناه فيها.
المسكة تاعها والله مليحة، يعني تحس روحك شاد مانات صح. هذا هو الملحوظة اللي شفتها فيها بارابور لي مانات تاع البلاي ستيشن ولا لي مانات الاخرين. هذا هو واش كاين. والى هنا ننتهي الى ختام الفيديو، نشكركم على متابعة الفيديو لهذه الدقيقة، وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.